بص، اسباب الذبحه الصدريه ديت احنا قلنا ان طبعا في عدم اتزان بين امداد عضله القلب بالاكسجين، او الدم اللي واصل للقلب عشان يشبعه بالاكسجين قليل، ففي نقص في كميه الدم المتدفق للشرايين التاجيه، وده بيحدث لعده اسباب، اشهرهم واهمهم مرض تصلب الشرايين التاجيه. تمام. الشرايين التاجيه يبدا يحصل فيها تصلب. مرض تقلص الشرايين التاجيه، ده يحدث فيه نقص في كمية إمداد الشرايين التاجية بالأكسجين. مرض التهاب الشرايين التاجية للإصابة بأمراض معينة زي مرض الذئبة الحمراء اللي هو المرض المناعي. مرض تجلط أو انسداد الشرايين التاجية. في بعض العيوب الخلقية اللي بتصيب الشرايين التاجية ويحدث لها بعد ذلك نقص في إمداد عضلة القلب بالأكسجين أو بالدم الكافي المحمل بالأكسجين. في طبعا نقص بسبب جودة أو كفاءة الأكسجين الواصل لعضلة القلب، زي ما بيحصل في الانيميا، مرضى الانيميا الشديده، او بيحصل في مرضى اللي عندهم نقص في الاكسجين العام في الجسم زي الهايبوكسي، مرض الهايبوكسي. تمام. في اسباب بتحدث نتيجه لزياده احتياج عضله القلب لدم اكتر، ان العضله حصل فيها مثلا تضخم، محتاجه ضخ دم اكتر، البطين بدا يتضخم فمحتاج ان كميه الدم تكون اكبر. المريض ده بيعاني بقاله فتره من ارتفاع ضغط دم ومش مظبط العلاج بتاعه. تمام. المريض بيعاني من مرض في صمام القلب، هو مرض ضيق الصمام الأورطي. المريض عنده سرعة وعدم انتظام في ضربات القلب، فيبدأ قلبه يحتاج لكمية كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين. تمام. دي أسباب الذبحة الصدرية هو ببساطة. الكلام اللي انت